سوف نقدم لكم وصفة سحرية تزيد من إنتاج البيض وتقي الدجاج من العديد من الأمراض. الكثير من مربي الدجاج يشكون من قلة البيض رغم أنهم يقدمون الكثير من الأعلاف للدواجن. في هذا الفيديو سوف نعرض لكم وصفة سهلة وموجودة في كل بيت. سوف يتمكن من خلالها الدجاج من إنتاج البيض بشكل وفير. أعزائي المشاهدين، قبل البدء في شرح الطريقة أدعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا دعمنا بإعجاب تشجيعا لنا لتقديم المزيد من هذه الفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، يرجى منكم مشاهدة الفيديو حتى النهاية لنتعرف على الطريقة الصحيحة لعمل هذا الدواء وكيفية تقديمه للدجاج. بكل بساطة، المكون الرئيسي لهذه الوصفة هو الثوم، والذي لا يخلو بيت منه. أولا ننقع الثوم لليلة كاملة في الماء ليسهل تقشيره. نقوم بتحضير هذه الوصفة في الصباح الباكر وتقديمها للدجاج كأول وجبة لهم. نقوم بتقديم حبتين من الثوم لكل دجاجة. بعد تقشير الثوم جيدا، نقوم بوضعه في مهراس ونقوم بدهسه جيدا، كما يمكنكم وضعه في خلاط كهربائي. كثير من الناس يقدمون الكثير من الأعلاف للدجاج ومع ذلك لا يبيض جيدا. السبب في ذلك هو أن الدجاج يحتوي في أمعائه على الكثير من الميكروبات وكثير من الديدان المعوية التي تمتص الغذاء الذي يتناوله الدجاج. ولهذا السبب، مهما أطعمت الدجاج فإن مردوده من إنتاج البيض سوف يكون قليل. الآن بعدما قمت بطحن الثوم جيدا، أقوم بإضافته إلى الكمية الاعتيادية من العلف الذي أقدمه للدجاج. أنا في هذه الحالة أقدم نخالة القمح مع كمية من حبوب القمح. يوجد طريقتان لتقديم الثوم للدجاج. الطريقة الأولى هي خلطها مع العلف، أما الطريقة الثانية فهو خلطها مع الماء. نقوم بإضافة الثوم إلى العلف الذي أعددناه سابقا. نقوم بخلط المكونات جيدا. الآن أصبح العلف جاهزا لتقديمه للدجاج. يمكنك تقديم هذه الوصفة مرتين في الأسبوع. كما يمكننا إضافة الثوم إلى الماء وتقديمه للدجاج. أعزائي المشاهدين، إلى هنا نأتي إلى نهاية الفيديو. أتمنى أنه قد نال إعجابكم. إذا كان لديكم أي استفسار، ما عليكم إلا تركه في تعليق وسوف أقوم بالرد في أسرع وقت ممكن. أتمنى من إخواني الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا دعمنا بإعجاب. دمتم في رعاية الله وحفظه.